صقور وأسلحة وبيوت متنقلة، كل هذا في مكان واحد. بس ليش؟ لأن اليوم بدأت فعاليات النسخة الأكبر من معرض أبوظبي الدولي للصيد الفروسية 2024. بس ليش هالنسخة هي الأكبر في تاريخ المعرض؟ خلوني أقولكم. أول شيء لأن المعرض بيستمر لمدة 9 أيام لأول مرة، ولأنه بيشارك فيه أكثر من 1700 عارض، 250 منهم بيشاركون لأول مرة. وهذا المعرض يعتبر الوحيد اللي يسمح لزواره أنهم يشترون أسلحة الصيد والرماية. هذه بندقية السكتون من أسلحة ليوة، عليها براءتين اختراع لتعزيز الدقة. هذا غير عن مزادات الصقور واللي فيها نخبة الطيور من حول العالم، والمزادات متاحة عبر الإنترنت أو الحضور الشخصي. والهواة التخييم خيارات متنوعة من البيوت المتنقلة ومعدات ولوازم الصيد والرماية. معرض يحبه الكبار والصغار، المتخصصين وغير المتخصصين. هذا هو معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.